نستهل جولتنا الصباحية في الصحف العربية من مصر، حيث كتبت الشرق الأوسط أنه في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يصارع فيروس كورونا المستجد، تتجه أنظار العالم اليوم إلى السعودية، حيث تعقد قمة العشرين عن بعد وسط ترقب لنتائجها نظرا لأهمية الدول الأعضاء وثقلها وانعكاسات قراراتها على حياة الشعوب، لتكون باعثا على التفاؤل بعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. وأشارت اليومية إلى أن شعوب العالم عاشت حالة من الإحباط والمعاناة والخوف طيلة العام، ومن الواضح أن القمة عازمة على الخروج بحلول فاعلة بمقدورها معالجة ما ألم بالعالم من مآس وكوارث، لأن الشعوب في حاجة إلى من يطمئنها ويبث روح السكينة داخلها ويبني جسور الثقة. زخم الحدث تضيف اليومية كبير، لأن المرحلة دقيقة والجميع يتطلع لبيان يتضمن التزاما جدا من قبل الأعضاء وتعهدات بالمضي قدما على قاعدة التعاون والمشاركة لتحقيق ما تطمح إليه الشعوب. وفي الإمارات اعتبرت صحيفة الاتحاد أن الأزمة الصحية الإنسانية قاب قوسين أو أدنى من طي صفحتها بجهود عالمية تلتقي في الرياض تعلي من قيم الشراكة والتعاون العالمي وفق برنامج شامل وطموح للقمة نفذته المملكة العربية السعودية. وفي موضوع آخر كتبت صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها أن إخفاق مجلس الأمن في التعامل مع معظم المشكلات والنزاعات يعكس الحاجة الملحة لتحديث الهيئات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن الذي بات أكثر من ضرورة لتمكينه من أداء مهامه الأساسية وفي مقدمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفي الأردن أشارت يومية الغد إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أكدت أن اندلاع النزاع في منطقة تيغار الإثيوبية جعل حوالي 2.3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلاف آخر في خطر في مخيمات اللاجئين. كما توقفت الغد عند تقرير آخر لليونيسف أشارت فيه إلى أن جائحة كوفيد-19 جاءت لتفاقم من الآثار المترتبة على رفاهية الأطفال وتغذيتهم وصحتهم النفسية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكرت الصحيفة أن المنظمة بيّنت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن وجود أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا في المنطقة تسبب باضطراب حياة ملايين أطفال المنطقة، لافتة إلى أن العائلات تقريبا تعثر أطفالها سلبا بالجائحة.